صباح الخير عليكم متتبعي قناة درعا تي في، معكم سهام. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكون احوالكم كلها ان شاء الله مزيانه. اليوم فيديو جديد دابا، راه يلا الصباح يلا فقت وغادي نفطر ان شاء الله، وغادي نوريكم كيفاش غيدوز النهار ديالي. المهم ماشي كلشي غير شي سميتو، غنوريكم اشنو كندير في الخبز ديالي مؤخرا، ولقيت عليه زوين بزاف بزاف. كنزيد عليه واحد المكون زوين، كنت ديجا درت معكم تندير فيه زريعه الكتان والحلبه وهذا حب رشاد والزنجلان والنافع. اليوم غندير فيه غير النافع مطحون والفوا، كيجي من اروع ما يكون، زوين بزاف وصحي في نفس الوقت. وطبيعه الحال غادي نعجنو بالقمح وشويه ديال الفرز. دابا راه يلا رديت الكوكوت فيها الباربه وغادي نعجن، وهانتوما معايا ان شاء الله. كنتمنى الفيديو يعجبكم وينال استحسانكم، وما تنسونيش من لي لايك ديالكم و بارطاجيو لا فيديو مع الناس ديالكم مع لي عزيز عليكم. يلا نمشيو دابا للعجينة ان شاء الله. هانتوما عندي هنايا القمح بالمخالة ديالو، شوية ديال الشعير والفرص. نورمالمون راه ما كنديرش الفرص، ولكن ما كيبغيوش ياكلوه ليا، الا بات كيولي قاصح. هادي راه لاغطيه ديال الماكينه، عندي شويه ديال النافع، غنديرو كامل النافع راه زوين. وغادي ندير واحد المعلقه ديال الفوا، هادي راه الفوا البنات شفتوها، جبتها ونقيتها ودخلتها شويه للفران، شويه وطحنتها وغربلتها، كتجي زوينه بزاف. حتى هذيك القرعه شوفوا شحال بقى فيها، زوينه بزاف فوق الدم وبزاف ديال الحوايج. غندير الخميره شويه ديال الزيت، غنزيد درت الخميره وكلشي، غنزيد كلشي باش ما ننساش الملحه حيت كنساها بزاف. هاد الملحه واخا شتيني درت هاد الكميه راه ما كتبانش، واحد الملحه شريتها هاد المره ما فهمتش، واخا ديري فيها واحد الكميه كثيره ما كتبانش. غادي نعجن كلشي وندلكها مزيان صافي، وغادي نخبزها ان شاء الله ونوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالو. كيجي زوين بزاف ولذيذ، مع هذا كلشي كيجي فيه واحد البنه في الشكل. حيت هاد الفوا نصحتني بها واحد السيده لولدي، وما كيبغيش ياكلها ليا هكا، قالت ليا في دانون ولا في شي حاجه ما كيبغيش، كيعيق بها. وتفكرت انني نديرها ليه بهاد الحيله هادي، كنديرها في الخبز وكياكلها كلشي الدار، وفي نفس الوقت هو ما كيحس بوالو. ولا درتوه كاع مخمره البنات ما ديروش الفرص نهائيا، حيت كيجي زوين المخمر، كيجي فيه زوين واخا ما فيهش الفرص، ولكن هكا ديال الفران كيجي شويه داير. نهار الاول نهار في الصباح كيجي زوين رطب، ولكن من بعد كيجي شويه ناشف وقاصح، ما كيعجبهمش. دابا انا في هذه الوقيته اللي كنتسنى راجلي يتقضى ليا خضره، ما بقى عندي والو. الباربه اللي بقات عندي حيت شديت دابا كميه كثيره، درتها طيب على مين يجيب ليا هو التقضيه الاخرى، وشنو غندير الغدا. بغاو الحوت نعجن على ما يجي ان شاء الله نوريكم سميتو. صافي البنات دابا بعد ما عجنتها غنديرها في البلاستيكه هادي، هاد البلاستيكه كتعاونها حتى على الدليك الا جاب الله ما دلكتوهاش مزيان. وغادي نديرها في واحد البالون ونخليها تخمر. كما قلت لكم هذوك المخيمرات الصغيورين ديال الفطور ما تبقاوش ما ديروش فيهم الفرص، كيجيو من اروع ما يكون صحيا اكثر. هذه هي التقضيه اللي جاب ليا، بعد داك كاع الخضره جابها، وغادي نسد فيها الثلاجه ونهز داكشي اللي غنقضي به. وهاد سميتو الحوت، نتوما هنايا عندي الميرنا، وهنا داك الرجل الاحمر هنايا، هادي اللي غادي ندير
عندي راه واحد الطريقه غادي نشاركها معكم ان شاء الله. اول حاجه غادي نديرها البنات، عندي هنايا بعداك واحد الحبه ديال المطيشه محكوكه، هي باش غادي نشرم الخضره ديالي. عندي قزبور ومعدنوس، الخضره عندي بطاطا ومطيشه والدنجال، حيت لي هذيك الجلده ديالو، والفلفله حلوه، الزيت البلديه، شويه من العطريه ديال الحوت الا كاينه، الا ما كايناش ماشي مشكل، شويه ديال الثومه، ما عنديش الثومه خضراء، غندير غير هذه الثومه عادي، والعطريه غادي ندير شويه ديال الخرقوم والحامض بطبيعه الحال. هاد العطريه اللي غادي ندير، هاد الشرموله غنشرم بها الحوته ديالي والميرلا ديالي وسميتو ديالي، بحال زعما انا اللي غناكلها بوحدي، ما تديوش عليا مع كنضرب ما جاش بكري وحمشا. عندي الكمون بطبيعه الحال، الكمون راه كتعرفوا الحوت كيبغي الكمون، شويه ديال البصل، واحد شويه ما تكثروش، وعندي ورقه الرند اولا ورق الغار اولا ورقه سيدنا موسى، كما كنعرفوها ديما في من نهار كنا صغار كنسمعوا والدينا تيقولوا سيدنا موسى، هي هادي كنديرها في هاد القرعه باش تبقى شاده سميتو ديالها. غادي ندير الزيت البلديه والحامض، درت شويه ديال الثومه كما قلت لكم، غندير دابا عصير ديال الحامض، غادي نحيد مازال هذوك الحبيبات اللي طاحوا ليا، وغادي ندير الزيت البلديه والعطريه ديال الحوت، واحد المعلقه صغيره ما عامراش، حيت عندي العطريه، الا ما درتوش العطريه تقدروا ديروا القزبور ومعدنوس والثومه والملحه، ما تنساوهاش انا راه الملحه عندي مع عندي منها سميتو كنساها بزاف. ديروا غير الثومه والملحه والعطريه ديال الحوت اللي ما عندوش مع العطريه، انا حيت غندير الخضره وضروري شويه شويه من العطريه، عاد العطريه ديال الحوت. نزيد شويه ديال الزيت، ماشي ضروري الزيت البلديه، انا كيعجبني الحوت نديرو بالزيت البلديه هو الطاجين. غادي نحفز عليا هاد الخيط وغنجيب الحوته ديالي، غنجيب المول صغير، غادي ندير وقيلة اللاطة بلاتي، غادي نفلح اول حاجة هاد الحوتة هادي، شتي هاد الميرلا هادي راه تتكون رهيفة مسكينة وهشيشة، ها بشوية عليها حتى تفلحوها مع مفيهاش الشوك باش تدخل ليها الشرمولة. طويرات راه منسيني، ماشي راه ديال الزنقة، تيجي مشر من الكوزينة. غادي ندخلو هاد الشرمولة هادي في الحوتة، نديرو حتى من الداخل باش تجي بنينة الحوتة ديال الميرلا، زوينة بزاف مع ما فيهاش كاع الشوك و تتجي حتى بنينة في الحقيقة. غادي نخليها بحال هكا وغادي نجيب
هاد الشرموله نفس الشرموله غنزيد فيها نزيدها على هاد المطيشه هادي ونحرك مزيان. هي فاش غادي نشرمل الخضره هانتوما صافي، هذه هي الشكل ديالها النهائي. المهم هكا شرمطتها ودرت هاد الدويرات ديال الحامض بحال هكا. غادي دابا ندخلها على الفران وندير واحد، ما غنديرش بابي الومنيوم، غندير واحد اللاطه كتدخل وكتبقى مهزوزه على الفران غير باش ما تخليهاش ليا دغيا تنشف باش دير ليا ديك لاصوص في الخضره ديالي، ونوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي في الاخر. هانتوما البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الحوته ديالنا، كتجي بحال هكا صافي. ديك الخضره فاش كطيب راه فيها واحد لاصوص معلكه بحال كاينه هنايا. هانتوما الراس، راه هادشي اللي كيبان لكم راه غير الحامض، خشيتو ليها في داك الراس. صافي زدت فيها عيد هاد المزيودات حارين وصافي. هادشي اللي كاين، غادي نتغداو ونرجع لكم ان شاء الله. ومعاه بطبيعه الحال الخبز اللي درت اللي عجنت معكم. هانتوما كيفاش كيجي، كيجي رطب، راه ماشي زعما حيت فيه الشعير وفيه القمح بزاف بالنخاله ديالو راه غيجي قاسح، كيجي رطب. هذا راه غير النافع اللي كيبان، شفتو كيجي اللون ديالو سبحان الله مختلف، داير بحال شفتو كيجي سمر ومفيد بزاف وريحته كتشهي. كنتمنى تجربوه وصحي بطبيعه الحال كما كنقول لكم ديما. ونتغداو دابا ان شاء الله ونشوف شنو غادي ندير. هانتوما البنات، دابا قلت لكم غنتغدى ونشوف اش غندير. اشنو درت نسيت ما صورت لكم، جيت عند فيرجينيا اولا الكوافوره اللي ديجا صورت لكم. غادي نصاوب شعري ان شاء الله، نتهلاو في الحاله واحد شويه. ايوا صافي، داكشي علاش ما صورت لكم والو، زربت زربت باش نلقى عندها، حيت انا خديت رونديفو غير قلت زعما دغيا دغيا وغادي ندير. وملي نمشي للدار ان شاء الله نصاوب دابا شعري، ملي نمشي للدار ان شاء الله غادي ندير لكم، غادي ندير معكم واحد العنايه باليدين ان شاء الله. المهم اليوم غادي نتهلا في راسي واحد شويه، ها واحد شويه ياك خديجه يلا. سمحوا لي البنات ما صورتش معكم، ما كملتش البارح مازال الفيديو، جيت من الصالون عيانه بزاف، داكشي علاش ما كملت لكم مازال. اش غنقول لكم، غادي كما وعدتكم ما غاديش نخلف الوعد ديالي، غادي نعطيكم الماسك اللي غادي ندير، القماش اللي غادي ندير لهذا اللي سميتو ليديا ان شاء الله. واخا من الاحسن يدار بالليل في الحقيقه باش اليدين كيرتاحوا مزيان وتا ياخذوا الوقت الكافي ديالهم نحيد هذا البيضه. شنو غادي نقول لكم، جيت من الصالون فرحانه بزاف، بدلت اللوك ديالي لشعري، قطعته بدلت ليه اللون، جا تبارك الله زوين. وفي الحقيقه حتى السيده الله يخلي ليها وليداتها وتنشكرها بزاف والله الا تبارك الله عليها، وماشي تنشكرها على شي حاجه، راه كنمشي بحالي بحال كاع الناس، راه كماشي فابور ولا شي حاجه، راه كليانه ديالها ولكن تعاملها حسن من هذاك الفلوس كاع اللي كنعطيوها. تعاملها زوين بزاف وراقي، واحد السيده طيبه بزاف وحنينه. فاش كتصاوب ليا شعري لا في البروشينغ لا في زعما كتباغ لا في كل شيء، واحد اللي حنينه بزاف وظريفه من اطيب خلق الله، حيتاش ولفت انا هكا الكوافوره تيكونوا شويه عنيفين سبحان الله العظيم. هاد السيده الله يعمرها دار، وتنشكرها بزاف، عجبني الحال وفرحانه. وان شاء الله غنرجع عندها مازال. المهم وقت ما مشيت راه غادي نقولها لكم، زعما تقريبا تنعتبرها بحال اختي.
الا مشيت عندها بحال مشيت غير عند اختي تصاوب ليا ولا شي حاجه، حيت طيبه جدا هذيك السيده الله يعمرها دار، ولي كليون ديالها محترمين جدا وحتى هي محترمه. وهادشي اللي كاين، هادشي اللي كنقولها، ونقولها شكرا عاوتاني مره اخرى. ونرجعوا لهذا ديالنا اللي غادي ندير معكم. عندي هنايا الماء سخون البنات، دافي ماشي سخون ماشي دافي، وعندي بيكربونات ندير بعداك. اي جيل دوش او لا منظف عندكم سائل، انا غندير هذا جيل دوش عادي غير باش يرطب معاه، غندير الحامض وبيكربونات الصودا. كما كتعرفوا الحامض كينشف وبيكربونات الصودا كينشفوا، وغادي ندير بيكربونات الصودا هادو. ها هي كنديرها في هذه القرعه هذه باش كتجيني سهله. غندير واحد معلقه ديال البيكربونات، وغادي ندير ها انتم الحامض. زوين بزاف، كيعطيك فاش حيت هو الماء دافي وفيه الحامض وفيه البيكربونات، باش كيدير لك كيحل المسال ديال اليدين، واي ماسك درتيه غادي تيبان فيهم. زوينه بزاف هاد بسم الله. حيت فيه هاد الجلد وشادة رطب في نفس الوقت. من بعد عاد غنقوميهم، وغادي نخوي هاد الماء. هاد الماء غنبقى نغسل بيه يدي حتى نسالي القوم، نغسل بيه القماش ونغسل بيه حتى الماسك. ما فيها باس، مره مره انا كيعجبني هكا بحال مره مره كنتهلا فراسي بعض المرات، واخا ماشي بزاف زعما كنمشي للصالون وداكشي ماشي بزاف، ولكن فاش تعرفت على هاد السيده في الحقيقه ولا تيعجبني الصالون. حيت حتى عامل هو كلشي، الطريقه باش كيتعامل معك الانسان والطريقه باش كيصايب ليك هي كلشي، ماشي ابار الفلوس وداكشي. راه اي واحد مشيتي عنده اي صالون مشيتي ليه غادي تحطي فيه الفلوس. غادي نخليهم واحد شويه بعد ما غسلت يدي ومسحتهم مزيان. غادي ندير دابا الماسك ديالي، القماش ديالي عفوا. عندي هنا القهوه مطحونه عاديه البنات، شريتها حبو وطحنتها، كتجيني حسن. الا عندكم ديك ديال الباكيه ما فيهاش العشوب بطبيعه الحال حتى هي زوينه. غادي ندير واحد شويه هذا العسل ديال العسل، وغادي ندير زيت الكوكو هو باش غنخلط. شتو شحال جامد، ولكن راه دغيا كيذوب. المعلقه باش كي غادي تكفيني في هذا الخليط. هذه القهوه ما مطحوناش بزاف 100% باش تيجي بحال هكا البنات، ما ديروش جاري. هذا القماش زوين قلت لكم، هذه القهوه ما تكونش ثاني مطحونه بزاف باش ما باش دير لكم قماش مزيان كيقومي وكيرطب. وركزوا على البلايص ديال سبحان الله، واخا فصل الشتاء راه تياكلوا اللي ديال العصا مزيان، حيت مواد تنظيف ونيت حتى الجو شويه البرد كي يجي قاسح على اليدين، خصوصا هاد العضومه هادو. وهنا داكشي علاش مره مره الانسان يقوميهم كاع ما عندك والو، الحامض والزيت البلديه وهذا والسكر سنيده، راه ما كايناش شي دار واقيلا ما فيهاش هاد ثلاثه د المكونات. يديرهم الانسان يقوم يبيهم يديه مزيان يقشرهم
انا غنديرو كمقشر ونخليه واحد شويه. العسل حتى هو راه زوين بزاف للبشره، زيت الكوكو حتى هي راه زوينه بزاف، والقهوه راه كتصفي حتى هي الذات. غادي نقومي مزيان هاد السميتو ديالي ونخلي شتي دوك الزيت اللي عندي، الزيت الكوكو دابت. غادي نقومي بزاف باش مزيان باش ما نطولش عليكم لا فيديو، ونخليه ينشف شويه عاد باش غادي نبرمو. بعد ما برمتي ديال مزيان البنات، غادي نغسلهم في نفس الماء اللي فيه بيكربونات الصودا اللي درت والحامض. هاد الاحمرار اللي في يدي ما يخلعكمش. بعد ما ندير الماسك غادي يمشي كلشي هادشي، حيت الماسك غنديرو غير زعما كشي حاجه خفيفه. شفتو بلا ما ندير الماسك كيبان ليا اكثر من الكاميرا الفرق من دابا. لهاد الماسك البنات غادي نحتاج شويه ديال العسل وشويه ديال الدونتيفري. كيما بغى يكون معجون الاسنان يكون اللون ديالو ابيض اولا سميتو، انا عندي هذا هو اللي غادي نستعمل. غادي نطبقو فوق اليدين ديالي. ونخليه حتى ينشف عاد باش غادي نغسلو. شتو كيفاش كيكون؟ نديرو حتى الاظافر تيكون زوين، حتى الاظافر تينقيهم. غادي نخليه على يدي واحد 5 ديال الدقائق ونغسلو ان شاء الله ونوريكم صافي الشكل ديالو. ها نتوما البنات بعد ما غسلت يدي شفتو شي كيرطبين، حتى رطبين عرفتو بلا ما ندير لهم لا مرطب لا والو، مازال ما درت لهم حتى حاجه، دابا غير غسلتهم. شفتو انا كيكون في هاد ما عرفتو حتى نتوما التنتيفات هادو ديال البرد تيكون فيا بزاف في هاد الوقيته. اشنو غادي ندير دابا؟ غادي ندهن يديا. غندهن يديا انا كنستعمل هاد المرطب ديال كريستيال لاي، هاد الكريم هذا زوين بزاف واعر هو اللي كنستعمل. ما عمرني ما بدلته حيت عجبني وما كيخليش هكا تتشربو كيشربوه اليدين وما كيديرش انك زعما مزيتين كما الكريمات الاخرين. لقيت فيه راحتي هو اللي كنستعمل ديما، كيسالي ليا كنجيبو عاوتاني. شتو كتبان والله العظيم البنات الا كتبان فيهم النتيجه، حيت هاد البلايص هادو تيكونوا كحلين مع البرد والشقه ديال الدار وهذا. وهذا البنات راه غير واحد الكريم ولحت فيه شويه ديال العكر الفاسي كيعطي هذا اللون. هذا غادي نديرو ليديا بحال هكا باش يعطيني هذاك اللوين الغوص كيعجبني. حتى ممكن تستعملوا حتى شويه ديال العكر الفاسي مع شويه ديال ماورد، ماشي بالضروره الكريم. انا عندي ديجا عاده نستعملو للرجليه بزاف في الصيف، وباقي عندي قلت نستعملو بلا ما نعاود نصاوب ديال الماورد مع العكر الفاسي. شتو كيعطي هذا اللوين هذا زوين بزاف.
وغادي ندير التفيرات ديالي، غندير لهم الفيرني. انا ماشي بروفيسيونيل فهادشي ديال الفيرني والمانيكير وهادشي، غادي نصاوبهم كما كنصاوبهم ديما ونوريكم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالي ديا. انا صبغت الضفيرات ديالي، مع انا ما عنديش الضفار، عندي غير واحد الضفيرات صغيرين وصافي. هادشي اللي كاين كان هذا هو لا فيديو ديالنا، كنتمنى يعجبكم وتهلاو حتى نتوما في راسكم. ما فيها بس مره نخسروا على راسنا واحد شويه ديال الفلوس من واحد الناحيه، شي حوايج اللي ما كنعرفوش نديرهم في الدار، وشي حاجه اخرى بحال هكا الكوماج اللي دين، وهذا غنديروه غير راسنا، يكون عندنا غير المكونات اللي كيخليو داك الحاجه تصدق لينا زوينه وصافي. ونديروها ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد نهار جديد ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف، والهلا يخطيكم عليا. والناس جدا تنقول لكم كما العاده مرحبا بكم عند سهام دراتيفي.